إذا تبي تشتري سيارة ورحت إلى شركة السيارات واخترت السيارة، هني في هذه الحالة ممكن شركة السيارات تقول لك ادفع لي عربون. في هذه الحالة إذا أنت دفعت عربون وشركة السيارات قالت لك ترى المبلغ المقدم منك في هذه الحالة يأخذ أحكام العربون، احسب حسابك أن القانون المدني في دولة الكويت يقول بأن العربون إذا دفع من قبل العميل لطرف من الأطراف في هذه الحالة وقع البيع الابتدائي ما بين الطرف الأول والطرف الثاني. في هذه الحالة احسب حسابك أنك أنت لازم تفسخ العقد أو الشراء الابتدائي الذي بينك وبين شركة السيارات، ويكون هذا الفسخ حقيقي عشان تروح إلى بنك إسلامي ويقدر يمولك في هذه الحالة. ولذلك المعيار الشرعي يقول لابد أن العميل يدفع مبلغ كأمانة أو هامش جدية يقدم للبنك، وبعدين بعد ذلك البنك يقدر يتعامل معه ويبدأ بإجراءات التمويل. نادي الاقتصاد الإسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز.